Husky, this is Wofford Base. We've got a UAV showing two men down and your squad leader missing in pursuit KIA. Find cover and hold your position. We'll come get you. I am ordering you to wait for evacuation. You read me? جميعهم عدا ذلك الذي اصطحبناه معنا لقد كان بعيدا عن اللغم عند الانفجار لا يمكنك الاحتفاظ به هنا فالامريكيون سيطلق النار انه هو لقد امسكتك يا غبي محدودين قليلا والان الامريكيين لا يريدون تعال ايها الجبان انا هنا أفضل ما بك عمله أن تختبئ كالبنت الصغيرة؟ أخياء من حسن الحظ أن الأمريكيين كانوا مذكورين هيا هؤلاء الرجال لا يعرفون فم البارودة من كعبها ظننتك رجل يا للعار هدوء لا تتحركوا وسوف يظهر يلغي هذا أيها الحق اللعنة ستموت أيها الحقير الاختباء للجبناء لبحث عنه
يمكن أن يأتوا، لكنهم سيملون خلال 5 دقائق ويعودون. أنت تمزح، لكنهم يأتون دائماً للبحث. يا صديقي، أنت تقلق كثيراً. كل ما سيجدونه عندما يأتوا هو دماً وجثثاً ميتة. إنهم لا يعرفوا أنه على قيد الحياة. أتمنى أن تكون محقاً. هل كلهم موتى؟ جميعهم عدا ذلك الذي اصطحبناه معنا، فقد كان بعيداً عن اللغم عند الانفجار. لا يمكنك الاحتفال. عليك اللعنة! أجل، من الأفضل أن تخاف مني يا كلب. كيف يمكن لهذا الوحش أن يكون قد هرب منا؟ عليكم جميعا التهرب. لابد لك أن تختبئ يا حقير. إنه قريب، ابقوا متأهبين. ما هذا اللعب؟ قف وقاتلني. اللعنة لقد فر منا، ابقوا حذرين واخبروني بأي جديد. اللعنة لقد فقدناه. هذا الأحمق بدأ يثير غضبي. وصلوا معه. اخرج يا جبان، أعد أن أقتلك بسرعة. تأهبوا، إنه قريب. لقد أضعته. أين اللعنة عليه؟ إنه في مكان ما هنا. إني أشعر به. لا أصدق هذا. أين ذهب؟ ليس لدي وقت لهذا المزاح أيها الأحمق، اخرج! ابقوا على استعداد، إنه في مكان ما هنا. شفرتم وانتبهوا جيداً، لابد أن تكونوا من هنا. أنت مجرد... هيا بنا، اخرجوا ايها الحنقة. كف عن الاختباء مثل البنات الصغيرة، انا اعرف اين انت. خذ هذا معنا، قوموا بتغطيتي. اللعنة! إنه هنا! Thanks, Vic. Well, don't thank me till we're out of here.
When's backup coming? Good question. Wofford Base. This is Husky. I got two for a ride out of here. Husky, this is Wofford Base. You are one lucky son of a bitch. We'll have a bird in the air as soon as we can pinpoint your location. Roger that, Wofford. We are at... We gotta move! Down there? Roger that, Basilic. Why don't you boys sit your asses down and we'll come get you. We're not going anywhere. Hear that, Sam? We're getting out of here! Thanks for coming back for me, Vic. You don't leave a brother behind, Sam. You don't leave family.